Celebrate. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر الجزيل للمغرب الشقيق ملكا وشعبا وحكومة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونثمن عاليا دور جلالة الملك محمد السادس الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها. اليوم التقيت مع السيد رئيس مجلس الدولة واتفقنا على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيق المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية شهر ديسمبر 2022، واتفقنا على العمل على كل ما من شأنه أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات، واستئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضعة وتشريعات تجرى على أساس الانتخابات بالتوافق مع المجلسين. نجدد الشكر لجلالة الملك والشعب المغربي الشقيق والحكومة المغربية، ونسأل الله أن يحفظ الملك والمملكة من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء لابد أن نقدم جزيل الشكر والعرفان لجلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي على مجهوداتهم التي يبذلونها في سبيل استقرار وطني ليبيا. وهذه المجهودات كانت منذ فترة طويلة، منذ سنة 2014، والمغرب ينأى بنفسه عن أي صراعات ويحاول لم الشمل وإيجاد حلول للمشاكل، وذلك باستضافة الأطراف الليبية بدون أي تدخل، ولم نلاحظ مثل هذا الشيء طول هذه الفترات التي ذكرناها. التقيت مع سيادة المستشار رئيس مجلس النواب السيد عقيل صالح لقاءين متتاليين تدارسنا فيهم بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وأدى أيضا إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لابد من توحيد هذه المؤسسات. وقد سبق أن اجتمعت لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة وأخرجوا مخرج يتعلق بتوحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، والحمد لله بدأنا في هذا الأمر، أنجزنا 2 من 7 المناصب السيادية، والآن اتفقنا على ضرورة استئناف ما تم الاتفاق عليه. المجلس الأعلى للدولة سبق له أن صوت بقبول هذه المخرجات، وسنعمل في خلال الفترة القريبة وبما لا يتجاوز 1 يناير 2023، بحيث لا تكون بداية العام القادم قد هلت على ليبيا إلا والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي يجب أن تراقبها هذه المناصب السيادية أو تعمل معها هذه المناصب السيادية موحدة في كل ليبيا، بحيث ننهي الانقسام اللي حادث في السلطة التنفيذية. أيضا اتفقنا على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن وبدون أي تعطيل، لأننا نعتقد أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية هي التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
نكرر الشكر الجزيل للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على الاستضافة والمجهودات التي يقومون بها. ونحن بعون الله تعالى سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية، ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه حتى يمكن مراقبته وإنجازه بشكل سليم وصحيح. شكرا جزيلا.